السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك شيء كتير مهم. طبعا كلنا بنستخدم الويندوز باستمرار، وبتكرار استخدامه الهارد ديسك خصوصا بارتيشن السي بيتجمع عليه ملفات ليس لها اي قيمة هو بيحتفظ بيها، فطبعا ده بيتقل الهارد وبيخلي سرعة القراية بتاعته تبقى بطيئة. طيب ان شاء الله في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تمسح الملفات التي ليس لها قيمة من على الهارد ديسك بتاعك بدون ما تستخدم اي برامج. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله ارجو ان انت طبعا تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي انت هتعمله بمنتهى البساطة، هتروح رايح على لوحة المفاتيح بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك وتضغط على مفتاح الويندوز مع حرف الار، هتفتح معاك نافذة اللي هي الرن. كل اللي انت هتعمله هتضع فيها الامر ده، طبعا الامر اللي هو كلينر، تمام. تضغط على موافق، هيفتح معاك اللي هي النافذة الصغيرة ديت مكتوب عليها حاجة اسمها تنظيف القرص. هو هنا بيقول لك حدد القرص اللي انت عايز تقوم بتنظيفه. طبعا انا عايز انظف قرص اللي هو بارتيشن سي. طبعا لو انا ضغطت هيظهر معايا كل الاقراص اللي موجودة على الهارد ديسك. طبعا انا اللي محتاجه عايز انظفه اللي هو بارتيشن سي، فحدده واضغط على موافق، تمام كده تظهر معايا النافذه ديت. تمام، اتاكد ان انا عامل علامه صح على كل الخانات اللي موجوده، يعني لازم اتاكد ان انا عامل علامات صح. تمام، بعد كده مش هضغط على موافق، لا هضغط على حاجه اسمها تنظيف ملفات النظام. يبقى لازم الاول اضغط على تنظيف ملفات النظام واضغط برضو على موافق وانتظر لحديت مع عمليه التنظيف تتم، ونشوف الهارد ديسك بتاعي كان مجمع عليه قد ايه ملفات ليس لها قيمه وانا هنضفها واستفيد من المساحه ديت. يعني انا كده هوفر مساحه على الهارد ديسك بتاعي هستغلها في حاجات تانيه، وفي نفس الوقت طبعا البارتيشن السي بتريحه تخلي عنده مساحه كبيره للقرايه، فبيقرا بسرعه ويخلي الهارد ديسك بتاعك اسرع، وفي نفس الوقت برضو تنفيذ ملفات الويندوز اسرع وتنفيذ الاوامر بتاع الويندوز اسرع. زي ما حضرتك شايف كده اكتشفت ان انا عندي ملفات ممكن اتخلص منها قرب 3 جيجا. طبعا حضرتك برضو لما تيجي تعمل الامر ده وتنفذه هتفاجأ بكم كبير جدا من الملفات التي ليس لها قيمة عندك واخدة مساحة على بارتيشن سي بدون اي قيمة. فانت طبعا لما تتخلص منها هتوفر مساحة كبيرة جدا على الهارد، وفي نفس الوقت هتخلي الويندوز بتاعك اسرع. هضغط طبعا على موافق واقول له حذف الملفات، تمام كده، وانا انتظر لحد ما الملفات يتم مسحها. هي طبعا عملية المسح هتبدأ، كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين الانتهاء. بمجرد ما النافذة دي تختفي يبقى عملية المسح تمت بنجاح. زي ما حضرتك شايف كده بدأت عملية التنظيف. هو هنا بيقول لك ملفات تحسين اداء التسليم، كل ديت ملفات ليس لها قيمه على الهارد ديسك هو هيقوم بمسحها. كل المطلوب ان انت تنتظر. انا هوقف طبعا الفيديو عشان ما اطولوش عليك، ونرجع ليك بعد ما تكون العمليه تمت بنجاح. بعد الانتهاء من تنفيذ الامر ده هنيجي للامر التاني، تمام كده. هضغط برضو على اللي هو الويندوز مع حرف الار، تمام، وامسح الامر القديم واضع الامر الجديد ده. ان شاء الله الامر دي كلها هتروح لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. هضغط على موافق، تمام كده، واقول له متابعه. هيفتح معايا زي ما حضرتك شايف كده، دي عباره عن مجموعه جدا كبيره جدا من الملفات اللي تم استخدامها اثناء تنفيذ الاوامر وليس لها اي قيمه. كل اللي انا هعمله هعمل تحديد الكل، هحدد كل الملفات ديت، وبعد كده اضغط على اللي هو الحذف بشكل نهائي، تمام كده، واقول له نعم، تمام. هيبدا يمسح لي طبعا كل الملفات ديت. طبعا كده انا بوفر مساحه من على الهارد ديسك وبخليه سريع. في ملف طبعا متحذفش، الملف ده طبعا بيتم استخدامه حاليا، فانا هضغط على تخطي، تمام كده، هقفل. هبدا اضغط برضو على اللي هو حرف الويندوز والار، همسح الامر القديم ده وابدا اضع امر تاني، تمام، اللي هو الامر ده تم، هاخده نسخ واضعه برضو هنا
واضغط على لصق واضغط على موافق وانتظر. هيفتح معايا طبعا ملفات، هبدأ برضو اعمل لها عملية تحديد الكل، تمام، واضغط على حذف بشكل نهائي، تمام، وانتظر. هقول له طبعا انا برضو الملف ده حاليا يتم استخدامه، هضغط على تخطي، تمام كده، يبقى انا تخلصت من هذه الملفات. هبدأ اخد الامر اللي هو بعد كده، اخده برضو نسخ واضغط على مفتاح اللي هو الويندوز مع حرف الار، امسح الامر القديم واحط الامر الجديد، تمام كده، واضغط على موافق وانتظر. تمام، هنا هيظهر لي كل الملفات اللي انا استخدمتها. طبعا هو هنا دي بيدي لي ان انا استخدمت كل الملفات دي. طب انا دلوقتي عايز امسحها، هي مش هتتمسح من على جهاز الكمبيوتر بتاعك، لكن هتتمسح من الملفات المستخدمة في الاخر، فطبعا ده هيخفف الهارد ديسك، لكن الملفات هتفضل موجودة على الجهاز بتاعك. هضغط على الحذف بشكل نهائي، تمام، هتخلص من هذه الملفات. اروح رايح للامر اللي هو بعد كده، اللي هو الامر ده، تمام، هاخده برضو نسخ واضغط على مفتاح الويندوز مع الار، امسح الامر القديم واضغط على لصق، هقفل بقى ديت واضغط على موافق وانتظر. طبعا هيفتح لي هنا برضو مجموعة من الملفات اللي بيتم استخدامها اثناء استخدام الويندوز وليس لها اي قيمة. هضغط على تحديد الكل واضغط على حذف بشكل نهائي واقول نعم. انتظر طبعا لما عملية الحذف تتم. طبعا الملف ده بيتم استخدامه حاليا، هضغط على تخطي، تمام. زي ما حضرتك شايف كده الملفات كده احنا تخلصنا منها بشكل نهائي، لانها ما راحتش حتى على سلة المحذوفات. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.